مساء الخير. جولة جديدة على أخبار الطلاب وأبرز نشاطاتهم ومشاكلهم بالأكاديمية. البداية مع صف المسرح مع بيتي. آخر مجموعة من الطلاب شاركت البقية بقصتها، أكيد ما خلي الصف من الدموع والتأثر. على مين بعد ما تعرفت؟ عظيم. يلا وعليك نسيم كمان ما تعرفت. إيه بدي أتعرف عليكم. نسيم، شو كنت عم تعمل قبل ما تجي لهون؟ شو قصة الغنى بحياتك؟ كيف تا وصلت لستار أكاديمي؟ بديت أغني من اللي عمري 4 سنين 5 سنين. وين كنت تغني؟ بالمدرسة؟ بالكلوب؟ بالبيت. بالبيت؟ بالبيت مع الجيران. مجيء لستار أكاديمي كان أكثر من صعب، يعني برسك مستحيل. ليه؟ لأنه عائلتي رفضت تماماً. يعني بابا قرر انه ما نشلم ابدا، يعني مستحيل نتحدث في الموضوع هذا، لكن بشوي بشوي يعني بدينا نحكي مع بعضنا يعني بحوار، و اقتنع يعني انه يعني انا I was born to sing يعني. وهذه حكيتي مع الغناء. حدا بده يساله سؤال يا نسيم؟ كنت الاول شخصية ثقيلة، يعني لا سائلة. ما كانش عندها قبول، يعني مش مهضومه، يعني بالمعنى اللي مش، ما كانش عندك تفاعل معانا، ما كانش فيه هزار، ما كانش فيه ضحك، ما كانش فيه نسيم. وبقالك كام يوم بقيت يعني نسيم ليه؟ يعني كان الاول التغير الاولاني ده ليه؟ انا كنت حاسس بفراغ. بفراغ ازاي؟ يعني ممكن بعدوا علي اشخاص، كنت يعني بدور على الاشخاص اللي خسرتهم في الاشخاص الموجودين. يعني مين الاشخاص اللي خسرتهم؟ مش خسرتهم، بعده تكون تحكي مع اشخاص ممكن اقرب لك من اخواتك كمان، وبعدين يعني وبعدين هم يمشوا مع البلايص اخرين ممكن ينساوك. وتغيرت ليه بعد كده؟ حسيت ان في حد معاك؟ لا ما لقيتش، لكن لازم اتعقل. ليش اتضايقت؟ ليش دمعت؟ شو تذكرت؟ تذكرت لحظاتي مع اصحابي. خلصت فيه؟ مش حتى اصحابي، يعني في اختي كمان. كنت اقرب انسانه لي اختي الكبيره، و يعني تزوجت و يعني ما لقيتش حد قريب مني. فهمت؟ فراغ، حسب فراغ. ايه فراغ. اصحاب راحوا، اختي تزوجت بتعيش حياتها، يعني حتى يعني ذكريات طفوله الكل معاها. اقرب انسان لي في الدنيا. انا شخص كثير بتاثر يعني من اي شيء. شو اللي بيخليك تتصالح مع حالك؟ الغنى. بنسى، يعني لدرجة بنسى يعني مين سمين أنا. مرتضى، يعني عائلتي أكيد من والدي ووالدتي موجودين، ربي يحفظهم. عندي أخوي الكبير محمود ده يدرس شهادة ثانية. عندي أخت اللي أصغر من عنده متخرجة معلمة ومتزوجة. وعندي أخوي أيضا دارس ومتعين في محافظة البصرة. وعندي أخوي تخرج وعطوني خبره يعني ويداوم إدارة اقتصاد قسم اقتصاد، وأنا أصغر واحد في البيت. مرتضى حبيبي، أنت ليش حزين دايما؟ سؤال حلو. ظروف عائلية يعني، قلق دائما ودائما، ما تعرفون كل زين يعني إنه ما أتأقلم وياكم بسهولة. بتفكيري يعني دائما قلق على امي اكثر شيء. ليه؟ مريضه. امك مريضه؟ شو بها؟ تمرض السرطان، وحاليا بها قلب وضغط وسكر. ف يعني كنت ما انام اذا ما اطمن عليها. ما اعرف، حاليا 35.
آخر 35 يوم يعني إنه ما شايف أمي فجأة يعني لا أطمن عليها لا أعرف هي شنو بيها حتى من اتصل أحس بيها يعني أكو شيء بالموضوع أحس أكو شيء بالبيت تهرجت في الأردن إنه هذه الفترة سنتين عانيت بيها كثير خاصة إنه كنت في مرحلة صغير بالعمر مع العلم إنه أنا متعلق بوالدتي كثير بس بهذا الشعور أفكر إنه أمي لازم يعني أخلص لازم أخلص كل لحظة يا أمي دائماً توقع بالبيت يعني من هذه الأمور لين كل مرض بيها يعني لازم واحد من يطلع من بيته يشاهد فهذه الفترة أثرت علي كثير مرتضى أنا أمي كمان كان عندي سرطان ثدي أمي كمان كان عندي سرطان ثدي أخذ الدواء وتعالجت وكثير عانينا لأنه مرضت بالمرض بس كل ما كنا بنتطلع في وشها كنا عم نضحك عم نبين إنه هيدا شيء عادي يصير مع أي حدا يعني ما منبيننا إنه شيء خلاص وانتهت الحياة لا مو انتهت الحياة إمك إن شاء الله راح تستناك وانت هون هي فرحانة بيك كما إحنا كلنا فرحانين بيك وبوجودك معنا وما كان بغيش يشوفك زعلان هيك لأنه إذا أمك شافتك زعلان هيك راح تزيد تزعل فما ما حاول تساعدها بضحكتك نحنا ثلاث أشخاص بالبيت يعني عند المام عند خيي وأنا البابا متوفى توفى من 6 سنين وكان من أقرب الأشخاص إلي يعني أنا وصغيرة كنت أحب البابا أكثر من الماما لهالدرجة لأنه كان كتير حنون وكتير كان يجيب لنا أغراض وكتير يعني ما يرفض طلب وهو كان أكثر واحد مشجعني إنه غني وأرقص وكف فيها للشغلة وماما يعني لأنه توفى البابا وصار في شيء ناقص هي عم بتعبي لي هالشيء الناقص وانا كثير يعني بقدر الشيء اللي عم تعمله يعني هي يا الله مو بدي هي اخذت الدور تبع البابا والماما يعني بتشتغل كثير انا مثلا بصير افكر يعني اوقات بصير اطلع مثلا بالامات اللي مثلا عندهم جوزهم بيشتغل هن مثلا بيشتروا اغراض بيروحوا حي المحل ماما ما بتعمل ماما بتشتغل لانه بصير حس انه في مسؤوليه انه اشتغل كرمال ريحها لأنه بتستحق حياة أحلى من هيك أنا ما بدي أبكي عمك مش عيب ولا مش عيب أنا عم ببكي شو فيها ما بحب إنه يعني بجرب قد ما في كون قوية ما بدي أتأثر بأقل قصص أنا بس قوتك قوتك ما بالي بتجي من هيدا الشيء إنه إذا واحد بكي مش يعني منه قوي شو إلها علاقة أنا قد ما فيي بجرب ساعدها بس إنه دايما بحس إنه مش كافي بدي إنه ساعدها أكتر لأنه بتستحق فهلا كتير مبسوطة لأنه أنا فتت بستار أكاديمي وإنه كتر خير الله يعني ماشي الحال وهيك فعلى امل انه اوصل لهدفي وريح على كل حال هيك انت يعني بهال اجتهاد بالاكاديمي عم بتساعديها بس بنفس الوقت عم بتروحي يعني نقيتي طريقك وعم تشتغلي على طريق يلي انت رح تقدري تعيشي منه هو الفن قبل البريك بذكركم انه فيكم باي وقت تعرفوا اخر اخبار الطلاب اذا دخلتوا على www.starcaribia.com بريك وبنرجع. We'll be right back.
منتابع يوميات ستار أكاديمي. بعد صف المسرح سوء تفاهم بين مروان ونسيم، لكنه انتهى على خير وبسرعة. أنا بحترم كل واحد فيكم، ورغم إنه نسيم رغم إنه نسيم قال عني أنا بحبه. نسيم بتصدق إنه ما في شيء؟ بتصدق إنه أنا ما في شيء ربي يحفظك. أنا بحبك. أنا ما في شيء. أنا ما بحبك. أنا استغرب. يعني أنا استغرب. أنا قريب. أنا أعرف شخص لإله. أنا أعرف شخص إله. مروان. لا دقيقة. عجيب. أنا أعرف شخص مرتضى. أنا بدي أسأل مرتضى خيي. أنا بسأل مرتضى. لو شايف شيء. لا خلص خلص. لو سامع شنو يتكلم عنك. أنا بنصدم. لو سامع مروان شنو يتكلم عنك بظهرك. أنا بنصدم. لا لا ما فيش أي مشكلة. ما في أي مشكلة. كل شيء حلو. والله بعرف الاشخاص اذا بيحبوني او لا. نعمه من عند الله. بتحس اذا الشخص بحبك؟ بحس كثير كثير. طب واسالي اي حدا وقلت له شيء او خطا. يعني في نظره للاشخاص، ممكن لاني عرفت كثير اشخاص بحياتي، ممكن وعشت كثير تجارب يعني مع اشخاص. هو ده اللي انا عايزه اقوله. ممكن بحس شوي. هو مين بحبك؟ طب انا بحبك. مش كله. لو كنت صريح مش كله. طب ما تقول انا بحب. وبصراحة مش كله. واذا في شخص يعني يقول لي انا اللي غلط اللي انا بقول لهم لكل واحد انت هيك انت هيك. يلا قول لهم. سكينة لا، دينا لا، و ما تجاوبوا بس خلي يقول. شانتال مرتضى علي سكينة لا، سهيلة لا، إيهاب لا، عباس سعد حبيب. أنيس مابيل رافائيل عباس لا، حنان لا، فاتن ومروان لا. طب انا الوحيده اللي قلتها. انا في عادي نقطة صغيرة. لا ما بدي صلح صورتي قدامك. ما بدي صلح. لا مش لا عادي مروان عادي. انا بحكي قدام ال 15. خلي حدا يقول كذاب. لا خلي حدا بغيابك عنك مثل ما بحكي بالجد. خلي 15 يحكوا اللي موجودين هلا. هو بعد ما تسأله قال انه متقرب منك. وقال انه حبيبي. انا بدي احكي مظبوط. مدام بكري بدي احكي مظبوط. تحكيكي صراحة يا حبيبي. اكثر حدا بحبه بالاكاديمي حب مش نسيم قال مش انا. بس اكثر هن كلهم بيعرفوا انه نسيمه اكثر حدا بحبه. هو مثل ما هو بفكر. انا ما في شيء تغير يعني. ما اعتبرت انه ما قال كلمه بس انه ما بيأثر. يا مروان ما تعمل منها قصه لانه انا مش ما بحب. دي انا عملت منها قصه يا خيي. لا انا ما تغير شيء. ما تغير شيء. احمق 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 غير فازر عليك. اي والاحمق غير فازر عليك. لا لا هو اعتبر انه هيدا الشيء انا عملته. انت بس قلت لي كله. انا احمق. انا احمق. لا لا انا قلت مروان انا انتبه. انا انصدمت. انا انصدمت لانه كل غنيه بجيب جديد بحكي نسيم. كل شيء بيقول بحكي نسيم. انا بحكي نسيم. نسيم انا مقرب. انا مقرب لك. انا مقرب. ليش ما قلت؟ انا بدي اقول لك اذا مقرب مني ولا لا. مرتضى انا بدي اقول لك اذا مقرب. انت مقرب مني ولا لا؟ طبعا. انا بقول لك خي اذا مقرب مني ولا لا. انت يا خي عمي ما سمعت ولا شيء منك. لا دقيقه. لا دقيقه. من هيك بتروح تحكي لمرتضى انه على سوري. من هذاك. من هذاك الاوتيل. من هذاك الاوتيل ما كان حدا مقرب لي. وانا شو قلت اليوم؟ ولكن لا 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 مخصني 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 مخصني. بس انت انسان بدك تبقى. انت انسان ما بتحب تقرب من العالم. مش هيك قلت لك؟ انت خلي مجال العالم تقرب منك. انت ما بدك. انا صراحه انصدمت. لا عن جد انصدمت. انا عن جد صدمني. قلت لك نسيم لا مروان لا. لما انا الطب انا اكثر واحد فرحت له. اكثر واحد يعني اول واحد. ما تقول له اذا بحبه او ما بحبه. هو لازم يعرف هالشيء. انت خي اذا رحت 100 سنه لهون ورجعت بتعرف مروان بحبك ولا لا؟ لا عنده مش عارف انه مروان بحبك. حتى لو ما تحبني. لا مش عادي عادي. انت ما لا ما فيش عادي. ما فيش عادي. ما فيش عادي. خلص ليش عم تعب حالك؟ ليش عم تعب حالك؟ ما انت 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 لما جاوبت على هالشيء انت لحالك فتحت موضوع. هيدا لا هيدا جواب. ما قلت بحبني أو اول هيدا سؤال. مش عادي او مش عادي. مش عادي يعني. ما بال بتحبني كثير. بحس انه بحبني كثير. اوكي بامرك. يعني هي درجات. مش الحال. لا ما بحس ان ما بحس اني مكروه. لا لا خلص خلص مش الحال. مروان لا 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 ما في مشكله. ما في اي مشكله. هي الناس أرى مثل خيز. انا اليوم صغير ما بعتبر. انتبه لا بكره ولا شيء ولا بحط بقلبي ولا بعتبر انه ما سمعت الجواب. لأول مرة بيرن التليفون بالأكاديمية واللي سمعه كان نسيم. فمين كان على الخط؟ مرحبا.
اوكي. من مين؟ الو 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 صاحبي. اه وسيم ارمانو كيفك؟ وينك؟ صباح. شو حوالك؟ صباح الحمد لله. وانت شام يودي؟ عندي دقيقه برك احكي شنو الجو عندك غاد. يدي توحشتك انا على الاخر على الاخر. وفوق ربي معك وكمل ديما كيكة صح. وخويا معلم ولا معلم عايش. اه شنو الجو عندك صفا؟ انت صفا القرايه؟ يدي صفا مريقل. انا تو مريقل على الاخر. الحمد لله الحمد لله صاحبي. توحشتك على الاخر. توحشتك يا اخي. توحشتك على الاخر. اوكي تنولي كل نهارين ثلاثة نكلمك هكاك. باهي اوكي عشوائي. وانت يا اخويا ربي معك. رد بالك على روحك. كيف يا اخويا؟ وانت زادة اخويا فرحانين بيك العباد الكل وان شاء الله ربي معك. كمل لك كيف. عايش. باهي يا اخويا. باي باي باي. بيزو. باي باي. ابراهيم. وسيم ابراهيم وينك؟ ما بدي اكل. ما بدي خلاص. بريك صغير وبنرجع من بعده لاخبار الطلاب. منتابع أخبارنا مشاهدينا، وبلفت انتباهكم أنه سي بي سي بتقدم لكم فرصة للفوز بأكثر من رحلة كاملة التكاليف لحضور برايم ستار أكاديمي مباشرة من بيروت. لتشاركوا بالمسابقة وتفوزوا ادخلوا على www.cbc-eg.com. الطلاب اجتمعوا بالأكاديمية حتى يتواصلوا مع المشاهدين ويجاوبوا على أسئلتهم. فاتي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أول شخص وايس كروس. أنا أكيد. أنا ما عندي تويتر على فكرة. عايز أقول ما بين مابال فخورين فيك من حب صوتك ورأسك. خليك مع رافائيل وأنيس وغني غنية رومانسية لرافائيل وغنية لأنيس من حبكم سوا نور من الأردن. أي نور. شو منغني؟ غني لي شي رومانسي. غني لك شي رومانسي. تعالوا بتعمل حبك أنا كتير يا حبيبي ضلك طلعي عيني بكي. غني لانا شاطال كتير منحبك بالسعودية وإلك جمهور وايد. بلاش تخافي أو تحزني. رح نصوت لك. لو نفلس بنصوت لك. خليكي مع ولدنا علي وسلام للجميع. ثانكيو شكرا. من تحبي من فنانين بوليوود يعني هنود الأفلام الهندية؟ ما تعرفي تغني هندي. حبيبتي ريم سامحيني ما اعرف اغني هندي بس بس لحظه انا ما اعرف اغني هندي لكن صديقي الصدوق نسيم راح يغني لك هندي لانه هو يعرف اغني هندي. لمن لريم هديها لريم يلا. هم تربنا بنير هي ساكته والله لا يا ناس كواجود ميرا ابتمي هو يا رومي هو ميري عاشقي ابتمي هو جاني ميتك. اوكي تحيه سليمان زين.
مروان ما تزعلش من نسيم، هو يحبك برشا، وتوانسة كله يحبوك ويدعموك. قوموا سلموا على بعض وغنوا مع بعض تونسي معكم. تعال ما بدها هالقد يعني، خلص شو. عباس انا كتير بحبك وبحب صوتك، وبحب اكتر لما تكون مع سهيلة وإيهاب ودينا. غني لسهيلة شيء على ذوقك، بحبكم. صافي بصي صافي بتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. كل الدعم والمساندة لأبناء وطننا الحبيب إيهاب، سكينة وحنان، وسلامي الحاق لجميع الطلاب. حد موفق لجميع أخوكم حاتم. ميرسي. Thank you. ومشيت فيها الغلطة عديتها، كنت حفت حفرة واليوم تحت فيها، يلا دابا عقتي وملك الضبقتي مالي واش ودرتي. فاتن عبد الحميد مرتضى، ليش تغيرت على فاتن بعد ابراهيم؟ لحظة مرتضى، ليش تغيرت على فاتن بعد الابراهيم تور؟ ليش؟ انا بعرف معقولة. ليش قولي ليش؟ ما قلت لي. هاي مصدقة روحها يعني انه اقولها لي انا تغيرت يعني معقولة؟ لا لحظة 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 ليش تغير؟ انا متغير شباب؟ طبعا باين عن جد؟ انا اوضح للجمهور ليش؟ ايه ليش؟ بسبب انه انا لحظه لا 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 انا اوضح بشكل جدي. انه انا بالابراهيم الثاني مستواي قل، فركزت اكثر على موضوع الحصص والموضوع يعني الحفظ. يعني قصدك اني فاتن يعني هي فاتن لا انه انا بالي مو صافي يعني انه اكثر من الابراهيم الاول. الابراهيم الاول يعني انا يعني فاتن هي اللي كانت مغوصه يعني عمي تعال حلو ممكن توضح شو قصدك لما قلت ما راح اصوت لفاتن لان فاتن معها فلوس، وشو دخل الفلوس بالغنى؟ شو؟ اولا انا ما قلتش كده، انا كل اللي قلته قلت ان هصوت. ثاني واحدة، كل اللي قلته ان انا هصوت ليوسف يوم البرايم عشان صوته كان كويس، و انا ما جبتش موضوع الفلوس ده خالص نهائي. ايناس 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 حبيبتي، يو حبيبتي، هاي اختي ايناس. عمري نسحقك تخمي غير في حلمك وتشرفي بلادك الغاليه وشعب كله معك. من اختك ايناس سلامي عليكم كل، واكثر واكثر ايناس وحنان. ايناس توحشك، اي ميس يو سو ماتش. ختمها لي بصحتي. برافو. ليش تحكي عن سهيله؟ انا ما حكيتش حاجه عن سهيله على فكره. انا كلمت سهيله في وشها وقلت لها اللي كان مضايقني، وكان موقف غلط وكان سوء تفاهم. سوء تفاهم، وبالاخر طلعت القصه مش زي ما كنا مفكرينها. كل دي القصه. علي مشرفنا بكل شيء محبوب يا ملك الاكاديميه، سلامي لشانتال وغني على ذوقك. وائل حربي، وائل حربي ثانك يو. غني على ذوقي. بين ايديا احس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطع الجليد. علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، احلى طعم الحبك. رافائيل ركز في الإيفال واهتم بحنان، ليك شو القصة؟ واهتم بحنان، خليكم أصدقاء، افهم افهم حدودها وظروفها، غني لي لو حبنا غلط. سمعت شو قاله؟ وافهم حدودها وظروفها، غني لها لو حبنا غلط. شفت شو قاله؟ افهم.
لو حبنا غلطة تركنا غلطانين لو حبنا غلطة تركنا غلطانين مع بعض مرتاحين مع بعض مرتاحين مين اللي قالك مين مين اللي قالك مين عن حبنا غلط مش هممني دنيا خلصت يعني فانز نسيمو تي تي تو تو نايس الله الله وحد الله وحد ولد بلادي ما كيف وحد ركز في خدمتك وان شاء الله توب 1 نحبك برشا غني لي الطفله العربيه نحبك برشا اللي جايين من تونس الربع نص اوكي دايام الطفله العربيه مشتمله في الماء قلت لها عطشاني شريبه قالت لي لا لا يا عمري قالت لي لا لا قولوا لي علاش يا اصحابي ملزوز ضيع شباب لو طردوا عمري وشبابي ما نقولش لا تحيه لوجين سلوى غنيم أنيس يا مزل الأكاديمي أنت من أطيب الطلاب مستنيك تيجي مصر وهنأكلك أحلى فول أنا أحب الفول كتير خليك مع هايدي لأن حواراتكم كلها ضحك Merci beaucoup. Thank you. شكرا سرور أنا معكم حوش سويت غني ولي تونسي يا دلولة برش لا لا مش حافظة سنة بس لا برشا برشا حبك على قلبي نزل برشا 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 هاي أنا سارة من الكويت أحبك وايد لا تزعلين على لا تزعلين شد حيلك كلنا معاك شو غني انت ورافائيل لو حبنا غلطه وخليكم مع بعض مع بعض نحلم ببكره ميرسي سارة انا نموت على الكويت ولا الناس ديال الكويت حنان حتى لو ما يلا من غني يلا لو حبنا غلطة تركنا غلطانين ما زال عشقانين مع بعض مرتاحين مين اللي قالك مين مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة بريك أخير ومنرجع من بعده لأخبار الطلاب خليكم معنا منتابع يوميات ستار أكاديمي ما تنسوا مشاهدينا تنضموا لحسابنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وللقناة الخاصة فينا على يوتيوب أما هلأ فخلونا نرجع لردات فعل الطلاب بعد جلسة السوشيال ميديا عبك كل أسبوع كل ما يجي السوشيال ميديا نتصدم أكثر ناس تتكلم فيني الحمد لله ماني مصدق الحمد لله لا مش على الناس اللي تحبني على الناس اللي في الاكاديمي هون بيقولوا لا تحكوا على سهيله تتجوز وحدة يعني سهيله الخطوط الحمراء اللي جا ما فهمتش ان الدين ايش قلت فيني يوصل سهيله يعني كانه تجوز وحده ها ما فهمتش دين يحبها وتحبني ما في ولا شيء بيني وبين تجدين ايش قلت فينا دين ايش قلت فينا نويك جوزيفا ما الناس اللي على بالها ما تحمس انا بحالك معليش ما تخممش بزاف لا انا ما كنحمش بحالك بجد بيجي نفاس حتى انا المره اللي فاتت قالوا لي قالوا وحده هدرت فيا ما بين مسكينه كان سوء تفاهم ولكن انت كنت عارفه السوء التفاهم لا ما كنتش عارفه انا تشوكيت كي قال الناس تعرف الحق اكثر من عندنا ما انا احنا يمكن مش قادره اصدق يعني الناس تعرف الحق شوفي اصحابي شوفي اصحابي وثقه في اصحابي فهمت
انا تصدق يعرفون من اللي يتكلم بظهر احد كذا وهذا يعرفون الخطا بس ما تتكلمش انا ما عنديش مع هذا الشيء يعني تعرف ليش مع الموقف اللي صار بيني وبين دينا في موقف صار وهي كانت زعلانه ما كنت عارفه انه مني لانه هي فهمت غلط انا دينا الصباح ايش قلت لها بس يعني مش سمعي. يعني شافت حركه سمعي. فهمتها غلط مني الصباح دينا ايش قلت لها مش عارفه نيتي ايش عاد دينا قلت لها ما كنت بدلتي حتى انا كنت تعمل كنت بدلتي لا انا ما تبدلتش انا تبدلت على واحد دالي اقلب كانت زعلانه برك قلنا نقلبوا وجهنا نقلبوا وجهنا ما عنديش مشكل لو ما تحكي شيء انا ما قلت اوكي ما تحس تعرف انه لما ماما كتجي كتهضر معي في التليفون كتقول لي حنان خلي بعيد اكيد هي سمعت حكي ما حبيت يعني مش هيدي ماما ما رح تقلي شيء انت شو حكيت شيء حكي مش مزبوط ما بعرف انا وياك قعدنا جلسه مش مزبوطه لا ايه قعدنا شيء مش مزبوط ايه سو اذا حكيتي قاعد بتزعجني حكيتي رح بيزعجك وقفت حدك النهار اللي كان ما حدا اجا وفهمك صح ولا لا صح ما حدا قلت له حكاك وانت رحت وانا اقول لك وتاركك تحكي الكل ودلك زعلان رحت حكيت يكون هيك جيت عم تضحكي خلص هيدي رحت حكيتك جات عم تضحكي دينا كي هدرت عليه كي قالوا بلي دينا هدرت عليه وعليه ايه اتس اوكي هاني نوجد لك وراك قاعد وين انا أجيب عندي خلاص ناشيونال جيوغرافيك غلطت كي هدرت علينا أنا هو بصح ما فهمتش أسكو صحرامي هدروا ولا غير ما قدرتش نأمن لخاطر دينا أقل ما تدخلش في التفاصيل ما حبيتش أنا ما الناس هدروا خلاص ما هوش مأمن على بالك مسكين حتى والله ما تدخلش في التفاصيل بس كما عندهم حتى معنى دينا إلا هدرت بينا بليك ما قاش قصدها مش بيه تكسر ما بدي يصير أطعم حدك مكانه بعثي لأنه أنا زلمة ما بكذب بإحساسي ولا بكذب صدقتي ولا بعرف بكذب صدقتي نهار يمكن باخذ موقف منك بس ما في يكون كل نهار، انا اليوم قصد حشرت فيك وقلت لك غني هي وغني هي بس ما بدي يكون اكثر منك، اذا عزت شيء انا حدك وشو ما تعوز انا حدك وما بدي يكون سبب ازعاجك لا ما بدي يكون سبب ازعاجك حنان بالاكاديميه ولا سبب ضغط ستريس اليك هذا الحكي لازم ينحكى لانه عم بحس بعينيك قد ما متضايقه مش بايدي وسوري اذا زعجتك واذا وجودي قربت على حياتك وزعجك ما تقول هيك اوكي انت حسستيني هيك حنان مش ما عم بيصير شيء غلط وما حدا عم يفهم غلط عارفين انه صداقه مش اكثر من صداقه اذا برتاح لك غلط ما في بدك ما تكون مصدر راحتي اوكي طيب ليه عم تحكي هلا وما بعرف شو بدك تقوم خلص عم نحكي هو بدك فجاه وانت صح تركنا شو بس رافائيل وحنان عم بيتقربوا من بعض يوم بعد يوم وعم بيفتحوا قلبهم لبعض خاصة حول أمورهم الشخصية والعاطفية ليكي سؤال لا بتجاوبيني؟ انت ما بتحكي مع حدا من برات حياتي؟ شو يعني ما بحكي؟ ما بتظهر يعني ما عندك شخص ممكن لا ما في ولا ما في ما بتحكي بالموضوع يعني لا ما في لا يا ري ما بعرف خليتيني اتخيل انه في ما فهمت انا بفكر انه في حدا بحي انا نومينه وتذكر هالكلمة اللي بقولك إن شاء الله ورح أطلع شو مع شيء بدي أطلع بدك تطلعي؟ زهقتي؟ ما بدي أتعود كتير بعدين لهون؟ يعني مع العالم مع أصحابي هون يعني بالأكاديمي ما بتعود على العالم معين؟ لا مش معين بس ما بدي أتعود ليش؟ حيت فش أنا دغري بتعود يعني
كثير عم بتعلق فيكم. وهي طالع ما عم بفكر بشيء مرتاح. صحيح ستريس وضغط وشغل ومشغل ونوميني و... بس مرتاح. انا الحق زعل صفي كنت انا بعد ما صرت لحالي وهيك صرت لها حالي بكل شيء. يعني كل الجمعة كنت صار واشتغل بالنهار بس لعبي وقت لما اقعد افكر لاشغل حالي لما احمل تليفوني لما افتش بتليفوني لما الحق اشوفه. أنا هلا إنه لا تليفون ولا شيء وعايش ولا هي وعايش بس مش عايش وحياتي بس انت في قلبك في وجع مش معقول. أنا؟ مش معقول مش معقول. أنا في حياتي ما شفت شي واحد شي نهار بغاء بحالك صراحة ومتأكدة أنه نهار غادي تخرج من هنا غادي ترجع لبعدياتكم. برجع له؟ No way. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا. أنا بشكر متابعتكم، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. مين اللي قرر يبعدوا مين السبب؟